ليش جاي يقتلوني؟ طلع طلع لا تركاش 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 لا لحم عندهم لحم لحم يلتف في عشيرة كامل والله ليك ليك يا شباب فوتوا فوتوا ليك والله بس ليك اسد واحد على ليك ليك شالتني زتتني برا شايف لانه انا اسد وين انا بنفس المكان اللي كنا فيه وينكم؟ لبوا اسمك معي ايه معك زكيت علي ليك انا بتعرف شو بدي اعمل بدي اعمل لاج وانا رصبا النور شو يا الهي مستحيل اكبر حالي انا هي شاني سيب امي بحالة سيب خالتي سيب خالتي هذا ايش اسمه ليك ايش اصوات تزوجت معه تزوج فوكس ما هو اي واحد في عندهم الدرشي ليك تطلع طلع هذا عندهم اثنين واحد عنده عندهم اثنين طب سيبني ليش هذا مسكني مسكني انتم بنفس المكان اللي كنا فيه لا احنا بمنطقة ثانية ايه غيرنا هاي اللي كلها حشيش مسكرة ترابطة فيها عند محيط مي صغيرة لك تطلع قديش في لحم بالارض سيب خالتي هذا فازت ادور عليكم سيب خالتي بحالة ها؟ هذا ما عم بيتركني لك فوكس والله عم بزبطك الاسد يا فوكس عماد عماد لك والله فوكس عم بنهش باللحم يا عمي انا ايه بس عيب بدأ بدأ عيب تعال تعال لحقتني لحقتني يفضع ام هاي يا قل يا عمي حدا من فيك نعمة عمل لي نزيف باور مش خلاص قتلوني متل طيب هيك فتت انا شو بدي اعمل ما عم بعرف خلاص بدي اعمل زيهم قتلني والله واحد ارطى واحد بالغلط قربت اكبر بس ما راح اكبر حالي خليني هيك لانه اول ما اطلع دغري ماشوني نعرف انك اسد الله اللي تغدى علي فوكس وين انت فوكس؟ هيني فوكس انت شايفني وين انا؟ شو ايه نام فوق الاسد يا حبيبي كملت انا عامل حالي ميت عمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت يا فوكس انا مشكلة كمان مسترجيش اكبر نفسي اكبر نفسي اكبر حالي يا انا ما بسترجي اكبر حالي خليني هيك اطلق صغير بعرف انا عامل حالي ميت انت فوكس ابي اشوف خباي وحده شردت وينك فوكس ما بتلحق تخبطه ولا انت شبش بعت عنه خلاص بعت عن المنطقه كلها وانا كمان والله ما بعرف كيف عم بهش عم بشرد منه ما لنا ما بعرف راح يقتلوني وباكل هذا بطاطا خبز 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 يابس خبز يابس بوك هلا هيك مكبر نفسنا وين راح فين هما هيك قدامنا قدام 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 حلو دير بالك فوكس انت خليك انت خليك قدام وانا بكون وراه
انتو اختفيتوا عني. اه اختفى تركوا. باعوا ليش تركوا؟ حلو باعوا عندنا مزرعين. خل حق يطلع من الجيم. يمكن هل في خرا؟ اه اوه 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 فوكس طلع طلع واحد القرن. يمكن علقت اللعبة عنده. اوه فوكس يا الهي هتمش. اوعى تجي في وجهه بس تخلع اخلع من 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 عند ظهره. اوعى تحطه من قدام. والله خمعني انا ما منتبه. ايه ولا طول وحده في لا في لا ايه بنزل اوعى ولا هاي بطحني عالفي 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 اشرب عالفي 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 اكبس فيه اسرع. ايش عالفي؟ وشو؟ ولك معلي لك 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 كيف ده هيل؟ كيف بقعد على الارض؟ اوف على الاسف. اي والله بعيد عنه كنت اقسم بالله كنت بعيد عنه. تع دخلني تخبى عندي تع دخلني افاق دخلني افاق. اكبر اكبر هذا جنب بيتكم. طلعت مراتك بدك تاكل تاكل انا امشي معك. يا هذا ما يا حرام جبل جوكر. تعال من تحت الفيل تعال لعندي. اوف اوف لك هذا الفيل. اسرع اسرع شد الحيل شد الحيل. هذا الاسد اللي عم يرقد ورا ده طاير ومين هذا ما عم يخوفني؟ هذا انا. وجودك هون ما هو مطمئن. اوف 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 وجود من هذول اللي اجوا؟ نحن كلياتنا اخوه في الاسم. اوف اوف الفيل لك الفيل مجحش. صح صح مطرح ما يسري يمري. يهري شو واحد حدي عادي عادي حبك ليك تتجوزك الفيل. بادروا 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 بالزواج. واسد بخشم طويل. اسكت ابو هاي اللبوة اللي عم تعدي حوالينا. الفيل بده يدعس دعسة يا معلم. انا حاسس هذا فوكس والله. حاسس الفيل عايش وضك كف هذا معنا. ارو فيكم بده ياخذ اسد بس منيح معي. يلا مولود. اه انا احا كم مولود عندك من مين؟ ثلاث جنبي. والله ما شاء الله عمال انتبه ما تنوي يعني. عندك ثلاث مولود عندك ثلاث مولود بس نعرف. خشيت 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 عند عند 10 فحولي قبل شوي بس من عنا بس انت طلع بس ان شاء الله تعطينا ذكر يعني يا رب يكون ذكر. بس هي هذه قضاء وقدر الله اعلم يعني ايش طالك اسمه نصيب. طب اذا بدكم مساعده بعت لي اضغط حرف الجي اللي بين الاتش والكي. تعالوا تعالوا افترسوني هي انا عندكم. تعالوا افترسوني اول شيء. وين انت؟ هذا انا بخ لان فهد هذا هو افترسوني. انت فهد؟ يب يب يب. خلص ليك اجا فهد اجا فهد طلع شبل يطلع حس
فهد اجى فهد وراكم فهد وراكم فهد سيروا بالكم. عجيب ايش اسمه انت؟ لا اسمي ابو صلاح هاي. في واحد بركب عن كسب فهد شو ايوه بس هيك بركب كثير طلع خمسها وطلع هي قتله الله لا يوفقك بس ما برحنا فيه ليش قتلته؟ شلون قتلته؟ لسه ما تهنينا فيه الله لا يوفقك قال ها يا رب ولا هو ما اعطى وحده بعثي وحده لا فوكس ضل في فهد واحد تخيل اسك منه اسك منه اسك منه اسمد عارف شنو صار عندي انا احسن شنو صار عندي ليش قتلتك سالت ليش قتلتك الموضوع ولا انت الماوس الماوس طالع على الشاشه فكبست كبست كليك يمين هو عضه شو اسوي انا يعني انت نظرتك وقت محلها لسه ما سحبت كبست كليك يمين اول ما سحبت يا زلمه فوكس بعد لي يلا يلا هسه هسه تهجم على الفهد هذا ولا تتركوه؟ شوي شوي هسه مين مين بعد؟ يا ابو ابو صلعه هيا ابو صلعه لا ابعد عنك ابعد عنك عمل لك مصدرني يا الله في لسه في لسه فهد جمنا شو كمان هالكيت؟ مين بعد؟ يا الله نصر نصر هذا احتمال يذبحني شو كمان؟ في فهد هادروا بالكم منه لا يغدرنا لا عم اسف يهجم علينا بنروح فيها لا لا خليك على عندهم خليك عندهم راح اروح عند هذول لا 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 ما ادش ايش خبطت ايش سولك يا قرب ليش رحت لعنده تعال عنده تعال عندي تعال عندي ليش رحت لعنده ليش رحت لعنده في فهد جنبه والله في فهد ليك جنبه اه رجع لي ما اقعدوا هنا اقعدوا هنا لك بدون تبقى شيء تحمل عنه عجب الوضع نفسه ليك كل 10 ثواني بيجيك نقطة عشان تطول فوكس نهجم على الفايل نهجمش عليه يا زلمه انضل هذا 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 النسر اقتله مشان لا يشيل الصغار اياك فينا نصير نسر لازم نفتح تكت عنده ولا نكون نسر
يعطونا اياه. لك ليك هذا النسر لا يشيلكم هذا دير بالك لانه بشيل هذا. يب بيقدر يشيل معه. اه انا شالني مره وقتلني. عم يعطي يتزوج النسر؟ تتزوج الروح يتزوج الاسد يتزوج. هذا طف مول تمونت انت لبوا. نجيب اسد قلة الحال. والله اسد بطيء. جريفن. لحظة جوكر ابعث له دعوة مشان ما كان ذبحته بالغلط ها. بعطل. هذا الفهد ضله. ابعث لي انا كمان ما بعرف فاصل. عليك معنا الفهد راح بعد عن يا ضرب هذا مصيبة هذا النسر خلاص هج ايوه عاد فوق انا حدي عاد فوق عشان لو صار ما صار مين هذا الاسد شيل لك كان لحد يقوم من فوقنا لا لحظه قوم ممتر روح ندخل جوا هذا جوال هذا الجوال ايش اسمه قوم موقف تعب بسرعه على هذا الراينو سحبوا رح يرميك هلا رح يرميك عشان تموت عضوا هذاك تعب شكله على بوها ضلك ورا ضلك ورا ما رأى أتركه هلا إلا ما يتعب معقول ما بتعب معاني اجا فهد شباب فوكس انتبه في فهد ليكو you
وهيك أعزائي نكون نهينا المقطع، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. كانت يعني تحدي قوي بينه وبين الفريق، وإن شاء الله نشوفكم قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.